بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خالتي، ان شاء الله راكم كاملين بخير. اليوم رجعنا لكم في فيديو جديد على قناتكم اتش تي سبور. اليوم عندنا الجهاز اللي طلبتوه بزاف مراجعه عليه، الميكول كانيسات اندرويد تي في، ماشي جوجل تي في، هذا الاندرويد تي في. كاين النسخه الثانيه تاعو هو الكانيسات بلس اللي جاي جوجل تي في. احنا اليوم راح نشوفوا هذا الجهاز، راه نشوفوا واش كاين في المحتويات تاع العلبه، ومن بعد نروحوا نركبوا الجهاز ونشوفوا واش فيه خصائص داخل. بسم الله. كما راكم تشوفوا هنا، اول حاجه راح نشوفوا الكوتيب تاع الميكول اعتيادي اللي يجي كامل فيهم الموديل كاميسات. عندنا كابل اتش دي ام اي، عندنا ترانسفو 5 فولت 2 امبير، 5 فولت 2 امبير. عندنا لا تيليكوموند تاع الميكول معروفه، وعندنا الجهاز بحد ذاته اللي هو الكاميسات كما راكم تشوفوا، يجي باللون الاسود مطبوع عليه الشعار تاع الميكول. نبداو فيه البورت اليمونطاسيون كيما قلنا 5 فولت 2 امبير. عندنا الكابل اتش دي ام اي، مدخل الكابل اتش دي ام اي، عندنا مدخل اللان ار جي 45، عندنا مدخل الافي. من الجهه الاخرى عندنا دو بورت يو اس بي، عندنا مدخل الكارت ميموري. من الجهه الاخرى راح يظهر عندنا الباور والانترنت والفيشير، يعني غادي يتركب لكم السينيال تاع التليكوموند. راح نشوفوا المواصفات تاع الجهاز هنا كيما راكم تشوفوا. صنع في الصين، 4 جيجا درام، 67 جيجا ستوكاج، 5 فولت 2 امبير. هذو هما المواصفات. نشوفوا واش كاين، دوك نركبوا الجهاز ونفتحوه ونشوفوا الجهاز من الداخل كيفاش عامل، واش الحاجه زايده فيه، واش الحاجه اللي ناقصه فيه. دوك نعاود نرجع لكم. فوالا هذا هو الجهاز. دوكا راح نسيو نكونيكتيو بالتليفون. اول حاجه راح نصحح واحد المعلومه كنا درناها في الجزء الاول من الفيديو، في التقديم تاع الجهاز كنا حكينا باللي تيليكوموند وريناها على اساس هذيك هي تيليكوموند تاعو البيضاء هذيك، وحنا غلطنا فيها. دونك هذه هي تيليكوموند تاعو، هي تيليكوموند اللي تجي في الكا ام 7. هذه هي تيليكوموند اللي تجي في الكا ام 7. دوكا راح نربطوها مع الجهاز ونضغطوا على زر الاوكي وزر الفوليوم ناقص، ونعاودوا نكملوا معكم الفيديو. فوالا كما راكم تشوفوا عليك تم يعني الاتصال ما بين تيليكوموند والجهاز. دوكا راح نكملوا تثبيت الجهاز، خطوات عاديه، الاختيار تاع اللغه، الاختيار تاع المكان، ونعاودوا نرجع لكم ان شاء الله. فوالا خوتي كيما راكم تشوفوا، بعد ما درنا تسطيب كامل الملفات ودرنا حساب تاعنا تاع جوجل، هذه هي الواجهة تاع الجهاز كامي سات من شركة ميكول كيما راكم تشوفوا. هنايا يعني التصفح فيه سريع، ماهوش بطيء ولا حاجة. تقدر هنا دير بيرسوناليزي للليكرون، كل حاجة اللي راك حابها تشوفها واللي ماكش حابها تشوفها كيما راكم تشوفوا هنايا. سمحونا على الإضاءة برك، راه عندنا إضاءة شوية سيئة، إن شاء الله مع الوقت راح نسقمو الأجهزة تاعنا اللي رانا نخدمو بها إن شاء الله. الآن راح نروحو للتفاصيل التقنية تاع الجهاز. بون نروحو للبارامتر كيما راكم تشوفو هنايا، نروحو برا بريفيرونس ريلاتيف على باراي. عندنا أبروبو، اسم الجهاز هو للكاميسات كيما راكم تشوفو، موديل كاميسات، الفيرسيون تاع الاندرويد هي فيرسيون 11، وكما قلنا بلي هذا الجهاز هو اندرويد تي في وليس جوجل تي في. هذا الجهاز هو اندرويد تي في وليس جوجل تي في. نعاود نرجع هنا نشوفوا التخزين تاع الجهاز. كما قلنا مقبل هو عنده 4 جيجا في الرام و64 جيجا تخزين. هاي ليك هنا متوفر عندنا ايسباس دو ستوكاج انترن بارطاجي، ايسباس توتال 64 جيجا في التخزين. بالنسبة للجهاز عنده كروم كاست بيلد ان، يعني بلا ما انت بدون حاجة يعني باش تحمل تطبيقات ولا اي حاجة، عندك من الهاتف تاعك مباشرة تقدر دير كروم كاست ولا دير الحاجة اللي عندك في التليفون، سواء فيديو ولا اي حاجة.
دير لها بارطاجي، تخرج في الجهاز ولا في الشاشة تاع التلفاز تاعك، ولكن بشرط انك تكون في الميموريز، يعني في جهاز واحد، في جهاز مودم واحد. هذه كانت الخصائص تاع هنا. اذا حبيتوا تزيدوا تيليكوموند واحد اخرى كما قلنا وعاودنا، هذه هي تيليكوموند تاعو وليس الاولى اللي درنا بها الفيديو في الجزء الاول، يعني البدايه تاع الفيديو، وصرنا مشكل انه الجهاز ما حبش يقلع عندنا، وكان المشكل انه جاتنا علبه ما فيهاش نفس الريموت كنترول او التيليكوموند الخاصه به، وعاودنا بدلنا الجهاز وجبنا جهاز بالريموت الاصليه تاعو وهي تمشي بكفاءه عاليه. كما قلت هنا، كما قلت لكم هنا، كما تحبوا تزيدوا ديروا كلافي كما هذا مثلا، هذا الكلافي اذا تحبوا تزيدوا ديروه تلعبوا به ولا اي حاجه، يعني عندكم هنا تدخلوا لي بريفيرونس تاعو وتشغلوه وتربطوه مع الجهاز وتقدروا تلعبوا اي حاجه. كما قلنا هنا التطبيقات اللي يجوا عندك البرايم، سبوتيفاي، يوتيوب، وعندك هنا البلاي ستور تاعك وين تقدر انت تستالي اي حاجه حابب تستاليها من بلاي ستور، اي حاجه راه متوفره ما عليك غير تلوشارشي وتليشارجيها. الجهاز خفيف خفيف بزاف، انا عجبني بزاف الجهاز هذا وراه يمشي بكفاءه عاليه، ننصحكم به. الاسعار ما راحش نزيد نقول على الاسعار تاع الاجهزه، باسكو كاين بزاف الناس يقول لك راك تبيع غالي، راك تبيع رخيص، راك تبيع كذا. انا واش راح نقول لكم، نعطيكم مواصفات تاع الجهاز ونقول لكم بلي الجهاز راه متوفر عندنا في المحل وفي الموقع. الناس اللي حابه تشري راه تتواصل معنا ولا تدخل للموقع وتلقى الاسعار ولا تستفسر علينا الاسعار. حاجه جديده اللي داروها في هذا الجهاز، هذا الخطره يجيب فايل بروزر تاعو مدمج فيه. كانت الاجهزه من قبل سواء في الشاومي ولا في الميكو اللي فيهم اندرويد تي في لازم يطلع ملف خارجي، هذا المره جاء بفايل بروزر خاص به مباشره، يعني تقدر تركب اليو اس بي ومباشره تبدا تشوف واش كاين في اليو اس بي وتيليشارجي ولا تستالي لي زابليكاسيون ولا تشوف واش كاين في المحتوى تاع الفلاش ديسك. راح نشوفو، ندخلو اليوتيوب ونشوفو اسكو جوده الصوره مليحه ولا لا. بون راح نكملو، سمحوا لنا فقط. فوالا كما راكم تشوفوا راح نديروا هذا الفيديو المعتاد لكامل الناس تحب ديروا في التلفزيون باش تشوفوا الصوره. شتو السرعه تاع رد الفعل تاع الجهاز، يعني فوالا نديرو بوك هذا الريموت كنترول، فيها خاصية، فيها خاصية كتم الصوت مباشرة، فيها تطبيق يوتيوب، فيها تطبيق سبوتيفاي، برايم فيديو، وجوجل بلاي مباشرة من جهاز تحكم، فيها جوجل اسيستون موجود في الجهاز في التليكوموند مباشرة، الاعدادات كما راكم تشوفوا هنا. بون الحاجه اللي كنت حاب نقولها سيكو اليوتيوب ردة فعل تاع الجهاز، يعني رابيدمون يعطي لك مباشره يفتح، وهذا نتيجه للبروسيسور اللي فيه، بروسيسور سريع جدا، والسعه تاع الرام اللي تخلي البروسيسور يعمل بكفاءه عاليه. كما راكم تشوفوا هنا تدخلوا شوفوا الاسعار تاع الاضحيه، ومناش نديروا بيبليسيتي، لا مناش نديرو بيبليسيتي لأي واحد، إن شاء الله كامل الناس يوفقهم ربي باش يقتنيو أضحية العيد. فوالا راكم تشوفو بلي كفاءة عالية يعني في اليوتيوب. من بعد الجهاز يتحمل أي يعني أي برنامج تقدر تنصبو نتايا، يشتغل على أندرويد 11 وهذا الشيء يعني مليح. أنا شفت حاجة من قبل وهي إي بي تي في، شفتها مقبل ما على باليش من راحت لي. هلا فيسترو بلاير، الله اعلم هذه هي فيسترو بلاير، هذا مشغل وين انت تقدر دير فيه الاي بي تي في تاعك بدون تنصيب اي اي تطبيق اخر. نشوفه فقط نكونفيرميو ونتاكدوا. هلا تقدر دير الاكستريم كود تاعك ام 3 اي ولا ستالكر بورتال ولا نيتورك يو ار ال.
يعني تقدر دير هنايا الاي بي تي في تاعك وتمشيه بدون الحاجه الى تسطيب البرنامج الخاص بالاي بي تي في اللي تستعمله نتايا. انا ما سيتش هذا الجهاز باش نعرف اذا هذا التطبيق اذا مليح ولا لا، ولكن يعني عندك خاصية انه حاجة مبنية عليه، يعني تكون اوتوماتيك، ما راح تكون سريعة، تكون كفاءة عالية. هذه هي مراجعة اليوم بالنسبة للجهاز تاع الكاميسات. نذكركم بحاجة، في كل جهاز كما قلت لكم راه متوفر عندنا في المحل في ولاية البويرة ومتوفر في الموقع، وراه بدا يدخل الجزائر شوية بشوية. ولكن الجهاز انا ننصح به، جهاز انا ننصح به، بالك السعر تاعو يكون شويه مرتفع، ولكن جهاز انا ننصح به من شركه معروفه ميكول. وزيد الحاجه الثانيه سيكون فيه 4 جيجا في الرام و 64 جيجا في التخزين، وفيه كابل انترنت، يعني منين تركب الكابل تاع الانترنت، وهذه حاجه مليحه مليحه بزاف، تساعد بزاف الناس اللي ما تحبش تستعمل الواي فاي ولا الواي فاي تاعها بعيد، يعني يساعدها بزاف. بون راح نزيد نوريكم حاجه واحده اخرى بما يخص الاجهزه اللي متوفرين عندنا. على خاوتي عندك الأجهزة تاع الكاميسات كيما راكم تشوفوا، راهم كامل متوفرين في المحل عندنا، ومن الجهة الأخرى منا راهم هذو كامل أجهزة الكاميسات بلوس متوفرين عندنا في المحل، يعني الكاميرا راها كاينة الناس اللي حابة تشري، كيما كاين لي تي في بوكس واحد أخرين. كاين عندنا أيضا الميكول اللي راه دخل بقوة، وإن شاء الله راح يكون متوفر من بداية الأسبوع القادم وما بعد الأسبوع القادم، يعني بعد العيد راح يكون متوفر إن شاء الله العديد والعديد من النسخ. لذلك ما تردوش تواصلوا معنا ان شاء الله، واي حاجه راح تكون يعني نردوكم عليها، اي استفسار خلونا كومنتار في اسفل الفيديو، ولا تواصلوا معنا عن طريق واتساب اللي راح نحطوا المعلومات تاعنا كامل في صندوق الوصف. ما تردوش وتهلاو في روحتكم، تلاقوا في فيديو واحد اخر ان شاء الله.